المالية صرف مرتبات الجهات الحكومية في موعدها المعتاد من 24 ل 28 نوفمبر. أكدت وزارة المالية أن المرتبات لشهر نوفمبر سيتم صرفها في موعدها المعتاد للجهات الحكومية في الفترة من 24 ل 28 نوفمبر، وحرصا على حسن سير العمل بالجهات الإدارية لتحقيق التطبيق الكامل لنظم إدارة المعلومات المالية والحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بكفاءة وفاعلية. قد قامت وزارة المالية بتحديد المواعيد الإضافية التالية عوضا لأيام الأجازات والعطلات الرسمية الواردة في شهري نوفمبر وديسمبر 2019 وكذلك شهر يناير 2020 على النحو التالي. طب احنا ممكن برضو يعني ناخد تفاصيل اكتر في الموضوع ده. دكتور محمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، اهلا بيك دكتور محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. لو حبيت ان حضرتك برضو توضح لنا موضوع صرف المرتبات والايام البديلة عن الاجازات عشان نقدر نوصل ده بشكل ابسط للسادة المواطنين. هو حضرتك في اطار السياسات المالية اللي بتنظمها وبتنفذها وزارة المالية على كافة الجهات الحكومية، تم تحديد مواعيد محدده من كل شهر لصرف رواتب العاملين وصرف الحوافز وصرف المكافآت، فتحددت بشكل ثابت يوم 8 و9 و10 من كل شهر لصرف الحوافز والمكافآت ومتأخرات الرواتب. وفي نفس الشهر من يوم 24 ليوم 28 خمس ايام يتم صرف رواتب العاملين. ده طبعا سياسات مالية لتحقيق الشفافية والمساواة بين العاملين. حضرتك كنا بنلاقي اختلاف في مواعيد الصرف من جهة إلى أخرى، وده طبعا ليه يعني تكلفة من الخزانة العامة للدولة. فكان الاتجاه في نظم الإصلاح لتوحيد هذه السياسات. فبيقابل في بعض الشهور يتخلل هذه الأيام أو يتعارض معها أيام أجازات رسمية، زي ما هيحصل معنا زي ما قلنا لحضرتك دلوقتي ان انا عندي يوم 8 و9 و10 من الشهر القادم، دول الاجازات اللي احنا فيهم دلوقتي. تمام. فحضرتك بنستعيد عن هذه الايام بايام اخرى تسهل صرف الرواتب ومتاخراتها. طبعا حضرتك عارفه ان يوم الجمعه والسبت والحد دي ايام اجازات رسميه 8 9 و10، فتم استبدال هذه المواعيد من شهر المتاخرات شهر اكتوبر اللي هي في نوفمبر الحالي، استبدلها بيوم 7، انا بقرب يوم 8 ده كان اول يوم للمصروفات، فخليت بداله يوم 7 عشان ما فيش حد من العاملين ينتظر وقت اطول، هو مرتب نفسه لمواعيد الصرف 8 و9 و10 ما يستناش حضرتك لغايه يوم 11 و12، فديته يوم في الاول وهو يوم 7، ثم استكملت الثلاث ايام 11 و12. المواعيد دي زي ما حضرتك وضحت الثابته، يعني ما فيش مثلا جهه ممكن تتاخر لاي سبب او لاي عذر على العاملين او الموظفين. لا، حضرتك دلوقتي بقى عندي سيستم وعندي نظام مطبق في الدوله يتم تحديد هذه المواعيد من وزاره الماليه ويتم اتاحتها على المنظومه الجيت ماي اس اللي هو نظام معلومات اداره الماليه الحكوميه. فانا دلوقتي في وزاره الماليه احدد، فلو حبت جهه تخلف عن هذه المواعيد اللي تم تحديدها لن تتمكن ولن تستطيع. يبقى اذا هناك سياسات وهناك مواعيد ويتم ضبط النظام عليها، وهي المواعيد فقط المتاحه للجهات الحكوميه للصرف. تمام. فاذا هذه السياسات بتخلي الجهات الحكوميه تلتزم بيها، لان حضرتك اللي مش هيلتزم بهذه المواعيد هيضطر، يعني اللي مش هيلحق معايا في شهر عادي يصرف يوم 8 و9 و10 حوافز ومتأخرات رواتب، سيضطر ينتظر إلى الميعاد القادم من نفس الشهر اللي هو من 24 ل 28 خمس أيام أخرى. فطبعا بنلاقي كافة الجهات حريصة، كافة الجهات الحكومية حريصة إنها يعني تقوم بالصرف، وطبعا بنراعي ده، إحنا عندنا حقوق المواطنين بنراعيها جدا وحقوق العاملين، إن براعي طبعا الظروف الاجتماعية والأعباء المالية على السادة العاملين. طبعا الالتزامات اللي بتكون على الناس في مواعيد محددة، كل واحد عاوز ياخد في ميعاد عنده التزام معين، فما ينفعش عليه تأخير. ده بيتم مراعاته تماما، وده دلوقتي اللي إحنا بنتكلم عنه. فإحنا دلوقتي كان عندنا مواعيد تعرضت، يعني بقول لحضرتك الجمعة والسبت والأحد القادمين وهو بالمصفى يوم 8 و9 و10 اللي هي الأيام الثابتة المحددة. تمام. فبستعيد على طول حرصا على يعني صرف الرواتب في مواعيدها بما لا يضر أي عامل في الدولة بمواعيد أخرى تتناسب
مع اعباء العاملين في الدوله. طبعا انا بشكر حضرتك جدا، وهو ده اللي الناس كانت منتظراه. كل واحد يعني ما بيكونش عنده استعداد لاي تاخر يوم حتى عن التزاماته الضروريه. دكتور محمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم وزاره الماليه، شكرا جزيلا لمداخله حضرتك معنا.